السلام عليكم. اليوم جيت لكم بواحد لا فيديو جديده كيف ما بزاف ديال الناس طلبوا مني. دونك انا على حسب لي دوموند ديال الناس يعني كندير لي فيديو. اول حاجه الناس اللي طلبوا مني بزاف على ود لابونمون ديال التليفون، يعني ملي توصلوا هنايا شنو غادي ديروا. بدا اول حاجه اللي بغيت نقول لكم بالنسبه لابونمون، يعني راه كلكم غادي خصكم ديروا ابونمون، سينو غادي تمشي لكم لابوس، يعني في اوبو دو زعما داموا الا ما شارجيتوش غادي تمشي لكم زعما لابوس غادي تمشي. سينو يعني لهما ديروا ابونمون غادي يطلع عليكم رخص من انكم تبقاو اشاك فوا تفكروا انكم تشارجيو، ميم واخا تقولوا غادي نشارجي غير 5 اورو ولا جو سي با، راه غادي يعني من الاحسن ديروا ابونمون حيت ممكن تلقاو ابونمون قل من 5 اورو باغ موا، وغادي يكون عندكم فيه يعني تهضروا بزاف وكونيكسيون كل شيء. مهم انا غادي نهضر لكم على ثلاثه ديال لي زوبيراتور، يعني اللي جوج انا ديجا جربتهم منهم، واحد يعني كنسمع الناس كيجربوه ولكن صراحه يعني مهم انا ما عنديش عليه اكسبيريونس يعني بيرسونيل، واللي كنسمع غادي نقول لكم شنو قالوا لي صحابي عليه يعني اللي ديجا جربوه. واول واحد انا ديجا جربته من يلاه جيت لفرنسا هو اس اف ار، واول واحد درت ابونمون ديك الساعه ما كانتش ابونمون، كنت شريت غير لابوس ديالهم غير خدمت بها يعني واحد اون سيمين فحال هكاك، يعني ديجا كتاخذها كتكون فيها ديجا واحد 10 اورو كتقدر تخدم بها في الاول، يعني الناس اللي يعني بغاو ديجا غير باش يعديو يعني وهذيك الايامات الاولى، وهذا كنصحكم ممكن تاخذوا ديال الاس اف ار فيها 10 اورو ما غاديش تحتاجوا انكم تشارجيوها وصافي وغادي تخدموا بها، ومن بعد راح تقدروا تكونسيرفيو لك النوميرو ديالكم وديروا به ابونمون. ولا سينو يعني من الاول ديروا ابونمون الا كنتوما عندكم عام تهضروا فرنسا، يعني غادي تستخدموا غير الويفي، وان شاء الله غادي نهضر لكم حتى على القضيه ديال الويفي كيفاش تخدموا بالويفي غراتويتمون من يلاه توصلوا هنايا. يعني اذا ما تهضروا في واتساب ولا هذا بغيتو زعما تقولوا لداركم وصلتوا، غادي نعطيكم واحد لاستوس كنت جربتها انا وكانت يعني خدمات ليا وبزاف ديال الناس كيخدموا بها فاش يلاه كيجي، وراها ديجا معروفه. مهم اسف يعني انا كنصحكم اول حاجه انهم واخا تسمعوا شي اوبيراتور مزيان خاصكم بعدا تسولوا الناس اللي ساكنين في البلاصه اللي نتوما غتسكنوا فيها شنو هو الريزو اللي خدام فيها مزيان، حيت دوكو بارفو كنتلاقى مع شي حد كنقول ليه انا عندي هذا الاوبيراتور يقول لي نورا انا كجربته ما كيخدمش لي الريزو ديالو في البلاصه مزيان فين ساكن، حتى جربت واحد اخر عاد خدم ليا. دوكو من الاحسن من الاول نتوما سولوا الناس اللي زيتوديوني معاكم ولا اي واحد يعني تلاقاو معاه هكا، يمكن غير في مويان غير في الترونسبور ولا هذا تقدروا تسولوا عادي زعما شنو لوبيراتور اللي كيخدم مزيان، سينو تقدروا تشوفوا حتى في جوجل راه كيكونوا يعني ديزافي ديال الناس على يعني بالنسبه للمناطق فين ساكنين وتشوفوا اللي حسن. سينو تاني حاجه خصكم تفكروا فيها هي راه هنايا يعني ماشي بحال يعني كيكونوا دي زوفر اللي هما دوغي ليميتي، سافو دير يعني مثلا لوبيراتور كيدير واحد لوفر فيها ابونمون ديال مثلا ب 1 اورو بار موا، فيها 2 اور دابيل، فيها اس ام اس وزعما ام ام اس ليميتي، وفيها واحد المهم واحد تقريبا تقدر تكون ديك 20 ميغا ولا شي حاجه ديال الكونيكسيون. يعني كيقول بان هاد لوفر هادي الا بغيتي تاخذها عندك من مثلا لو 1 اوت حتى لو 15 اوت، صافدير يعني انت خاصك تشوف تدخل للسيت ديال لوبيراتور وتشوف هذيك الوقيته اللي انت بغيتي دير ابونمون اشنو هو لوبيراتور اللي داير يعني احسن اوفر بالنسبه لك انت سولون يعني لي بريوريتي ديالك، حيت على حسب كاين مثلا اسافر هنا دخلتو دابا، يعني دابا انا اليوم دخلت في السيت ديالهم هادو هما لي زوفر اللي كاينين، يعني كاين اوفر عندهم هما هاد لي زوفر كيتسمى باور دي جيجا راه ديجا راه مزيانه. انا ديجا يعني الناس اللي غيسكنوا في الكروز ما غاديش تحتاجوا اصلا تكون عندكم بزاف ديال الكونيكسيون في التليفون، حيت ديجا كاين الويفي خدام مزيان يعني مزيان، وفي لافاك كيكون الويفي دوكو ما تحتاجوا هاد الدي جيجا هادي غتخدموا بها غير في الترونسبور وما غاديش تستخدموها كامله. 15 اورو بار موا هذا كوميم راه كيتسمى هذا راه غالي. اس اف يعني دابا ما دايراش تي سوفر صراحه خاص بالنسبه لي ستوديون، لهذا كاين ارخص واحد هو هذا فيه 15 اورو، وكاينه ديال 10 اورو بار موا فيها
puis 20 euros يعني ملي كتشوفوا هنايا 100 انجاجمون puis 25 اورو انجاجمون. كنصحكم انكم تاخذوا لي زوفر اللي فيهم 100 انجاجمون باش نتوما في اي وقت بغيتو تغيزيليو. بارفو كتكون تدير واحد لوفر مثلا ديال 10 اورو حيت فديك الساعه ملي بغيتي تاخذ ما لقيتيش مرخص، ولكن داز غير واحد الشهر ولقيتي واحد لوفر فيه غير ب 2 اورو ولا غير بان اورو، دوكو غتمشي تغيزيليه تترونسيرفي النيميرو تيليفون ديالك وتاخذ لوفر الاخر اللي بغيتي. فوالا انا هادشي اللي كنصحكم انا دابا، وكنصحكم بحاجه اخرى حيت في الاول ما كتكونش عارف هاد القضيه، انا ما كنتش عارفها، انه بارفو لا بانك ديالك ملي كتحل كونط الا كانوا كيديرين هما دي زوفر ديال التليفون ديال لي زابونمون راه يقدروا يعطيوك شي اوفر يعني تكون فريمون انتريسون بارابور لي زوفر اللي كاينين. انا يعني فاش كنت تا بديت يعني تقريبا دازت واحد 3 ولا 4 مو وانا عندي لابونمون يعني عادي، عاد باش صيفطوا لي لا بانك واحد لوفر ديال يعني لوفر اللي صيفطات لي لا بون كانت بلوس انتريسونت على اللي كنت دايره انا، دونك دابا هي اللي خديت وانا هي اللي دايره دابا مع اس اف ار ب 5 اورو عندي 100 جيجا 100 جيجا و لي اس ام اس ام ام اس ليميتي كيكونوا عندك حتى كوني انت سميتو زعما في لوروب واحد 12 ديال لي زابيل الا مشيتي يعني الاي بي يعني في لوروب. المهم قلبوا مزيان هذا بعدا اس اف ار دابا في هذه الفتره هذه ما كنصح حتى شي واحد بها حيت ما دايرهاش دي زوفر نهائيا مزيانين. باغ كونطخ اللي جربتو انا قبل من اس اف ار هو بويك، انا نخلي لكم لي سيت ديالهم في لا بار دانفو. بويك دابا يعني بويك ديجا معروفه بهاد لي زوفر بي ان ديو قلو عليها مزيان، هادو هما ارخص وحدين تيكونوا. شفتو دابا ديجا راه دايرين جوسكو 9 اوت، ديجا حنا راه اوني لو 9 اوت دونك راه اليوم هو اخر نهار في هاد لوفر هادي ديال 10 اورو بار موا، ودايرين با سولمون لا بروميير اني. علاش؟ حيت بارفوا كيديروا ليكم بلي 10 اورو بار موا بور لا بروميير اني وابري في دوزيام اني ملي تبغوا تكملوا معاهم غتخلصوا 25 اورو بار موا، ولكن هادشي اللي مزيان في انه تاخذوا اوفر سان زونجاجمون حيت نتوما ملي تسالي ليكم هاد 12 موا هادي تقدروا تغيزيليو يعني ما من حقكم حيت ابونمون سون زونجاجمون. المهم يعني هاد لوفر هادي 10 اورو بار موا هادي جربتها انا هي الاولى اللي كانت فيها 30 جيجا وهذا مزيانه حتى هي، غير هي غاليه يعني احنا غادي ننزلو هنا وغادي تشوفوا لي بون بلون دي تي اللي كاينين دابا اللي غادي يبقاو حتى لو 19 اوت. كنصح الناس اللي غايجيو قبل من لو 19 اوت ياخذوا هاد لي زابونمون هادو حيت فريمون راهم يعني بالنسبه لشي واحد اللي يلاه غايجي و يعني ما كيعرفش بزاف ديال الناس وهذا يعني ما غاديش يعيط بزاف ديال الناس وما غاديش يحتاج بزاف ديال يكون عنده دي زابيل ليميتي ولا هذا. هاد لوفر هادي عجبتني وميم انا يعني يعني جو كرو غادي يعني ناخذها حيت موان شير على اللي عندي وحتى انا ما كنستخدمش لي زابيل بزاف. ف 50 ميغا سي فري 50 ميغا قليله ولكن بالنسبه للناس اللي يعني غيسكنوا في الكروز راه مزيانه، راه 50 ميغا غادي تدي لكم غير مويان ترونسبور اللي غتحتاجوا تستخدموه، ولا الا بغيتوا تمشيو لشي بلاصه وخصكم تشوفوا تراجي ولا هذا في شي ابليكاسيون. ابري راه يعني لو بري راه كتشوفوا راه موا بريسك يعني 1 اورو بار موا 1 اورو بار موا راه فريمون هو لو مينيموم pendant 12 mois ou achno عندكم 2 heures d'appel ou SMS MMS illimité هادوك دائما ما فيهمش بروبليم يعني en tout cas كيبقاو عندكم لي SMS. après عندكم depuis l'étranger يعني الا مشيتو لوروب ولا هذا شي بي يعني جو سي با يعني الناس كيبغيو يسافروا يمكن يعني في العطل عندكم 50 ميغا انترنت وعندكم 2 heures d'appel دونك راه مزيان. وكاين لوفر لاخر اللي فيه 20 ميغا وفي يعني يمكن 8 اورو بار مو، ولكن يعني لافونتاج اللي فيه هو انه في لي زابيل ليميتي. صراحه انا بالنسبه لي يعني زعما الابيل ام ام اس ام ام اس اس ام اس ليميتي كافيه، لي زابيل ليميتي يعني الا كنتي فريمون عندك بزاف ديال الناس غتعيط ليهم وهادي، اما راه 2 اور يعني بار مو راه فريمون كافيه بالنسبه لواحد يلاه غيجي ما عندوش بزاف ديال ني كونيسونس سورتو في يعني ما عندوش بزاف ديال لي زامي هنايا ما غاديش يحتاج يبقى يعيط بزاف و فوالا. هادشي اللي بان ليا انا يعني بالنسبه للي زابونمون التليفون. وثالث واحد اللي هو يعني انا ما استخدمتوش ولكن كنسمعت الناس بزاف كيستخدموه اللي هو هو كيكونوا فيه لي زوفر خاص، ولكن البروبليم ديالو هو انه ما يعني كيكون فيه الريزو قليل سورتو بالنسبه للكونيكسيون. ديكو الناس اللي يبغيو يخدموا الكونيكسيون بزاف ما كنصحهمش به يعني ملي كتدخلوا السيت ديالهم كتلقاو هنا تكليكو على موبايل
باش يعطوكم لي زوفر لي كاينين. فوالا هنا لي زوفر فري سون زونكاجمون، عندكم كاينه اوفر ب 12 يورو بار موا. هو اون جينيرال يعني اون جينيرال الا ما لقيتوش كاع يعني شي اوفر رخيصه في هذوك الاخرين، راه فري دائما تيكون عندها دي زوفر بحال هكا 12 يورو 1 يورو. المهم عندك هنا تالي سابيل 12 انترنت 50 ميجا بار موا و لوروب حتى هي. وابري كاينه هاد الاوفر هادي اللي بنا 4 يورو 20 يورو. المهم يعني نتوما شوفوا ديك الساعه على حساب ممكن تلقاو شي بلايص كيخدم فيهم هاد فري مزيان. تاني حاجه اللي بغيت نقول لكم بالنسبه لي لله جيو، غادي تقدروا تخدموا بدي واي فاي كيكونوا سميتهم يا اما اس اف ار ولا اورانج. كيكونوا ديجا الناس يعني دي بوكس، يعني الناس كيعطيو النيميرو لو نون دو تيليزاتور او لو مود باس. دوكو كاين واحد لا ليست غادي نكومونيكيها معكم في ما عرفتش واش نقدر نخليها لكم في لابار دانفو. نديرها في درايف ونخليها في لابار دانفو ان شاء الله. باش غادي تقدروا يعني المهم راه يقدر ما يخدمش لكم الاول ولا الثاني، ولكن راه اكيد غيخدم لكم واحد يعني غادي يخدم لكم الواي فاي مزيان وتقدروا تهضروا به وكل شيء. وكنصحكم تستخدموا حتى الواي فاي ديال الواي فاي ديال لايغوبور، حيت يعني استغلوا انكم في ديك يعني يا اما تكونوا كتسناو الباكاج ديالكم ولا كتسناو دوزو في لابوليس، استغلوا هذيك الوقت وخدموا الكونيكسيون وهضروا مع الناس اللي بغيتوا تقولوا لهم فوالا رحنا وصلنا، ولا فوالا الناس اللي بغيتوا تلاقاو معاهم على برا يعني غيتسناوكم في المطار ولا شي حاجه. هادشي اللي كندير انا مني كنجي وكيكون مازال ما عنديش الكونيكسيون كنخدم بالكونيكسيون ديال لايغوبور. فوالا هادشي كيخص بالنسبه لي زابونمون. ثاني حاجه بغيت نهضر عليها في هاد لا فيديو هادي، غادي نستغل لهاد لا فيديو غنهضر على حاجه اخرى اللي هي مهمه حتى هي. الناس اللي كيقولوا لي عافاك قول لينا شنو هما لي دوكيومون ولا لي تروك اللي خاصنا نجيبوهم معانا. بون اول حاجه يعني خصكم فريمون فريمون ما تنساوهاش هو لو دوسي بيداغوجيك ديالكم. الدوسي بيداغوجيك صافي هو اللي دفعتو في الفيزا، لي غولفي نوت كاملين ديالكم ابتداء من الباك الفوق و لي دوك لي الدبلوم ديال الباك بيان سور. يعني لي دبلوم ديالكم كاملين الا قدرتو تجيبوهم، واخا ما غاديش تحتاجوهم ما غاديش تدفعوهم في لافاك. لافاك كتدفعو غير لي زاتيستاسيون دو ريوسيت، ما كتحتاجوش لي دبلوم، ولكن الا قدرتو انكم تجيبوهم معكم جيبوهم وخليوهم عندكم سي ميو. تاني حاجه هي جيبو معكم واحد اكت دو نيسونس، جيبو غير واحد يعني من بعد هنا غيبقاو يديرو غير فوتوكوبي ما غاديش ياخذوا لكم الاصلي. اكت دو نيسونس وماشي مشكل يعني سي فري سي ميو تجيبو اقل من 3 شهور، ولكن واخا كيكون اكثر من 3 شهور هنا راه كياخذوا. من الاحسن تجيبو معكم لي فوتو، قلتها لكم ديجا في فيديو قبل انه لي فوتو هنايا غاليين يعني 5 يورو كيعطيكم 5 فوتو وغادي تحتاجوا بزاف ديال لي فوتو. دونك سي ميو تجيبو معكم لي فوتو من تما وتجيو مهنيين. واليوم تبقاو تقلبوا هنايا ما غتكونوا ما عارفينش، غتبقاو تقلبوا على لي فوتو ماطون. سي فري لي فوتو ماطون كيكونوا في يعني في لي غار وهذا في كل شيء، ولكن كاينين دي غار اللي ما فيهمش دوكو غادي تبقاو تقلبوا بزاف. بالنسبه لي في اللي دايرين الفوال، الحاجه اللي بغيت نقول لكم جيبوا معكم دي فوتو سون فوال، حيت غادي تحتاجوهم يعني طوطا غادي تحتاجوهم بزاف ديال الحوايج. انا الصراحه كنت استغليت هذوك لي فوتو ديال الفيزا، حيت في الفيزا نورمالمون كيصوروكم يعني دي فوتو سون فوال، وتقدروا تستغلوهم وتجيبوهم معاكم. يعني لي ديمونسيون ديالهم راهم مزيانين غادي تخدموا بيهم، غادي تحتاجوهم بالنسبه للناس اللي بغيو يديروا لابونمون ترونسبور. هذاك لا كارت ضروري ضروري كيقول لكم فوتو يعني تيتنو. وبالنسبه للكارت فيتال حتى هي كيقولوا لكم يعني خاص فوتو سون فوال. بالنسبه لا فينيت لوفي فاش غتبغيو تدفعوا غادي يقولوا لكم فوتو سون فوال. يعني فوالا كاين فوالا بزاف ديال الحوايج يعني طلبوا مني فوتو سون فوال. الناس بغاو يدفعوا كارت سيجور ثاني غتحتاجوهم، ديكو من الاحسن جيبوا معكم دي فوتو يعني جيبوا معكم بزاف ديال لي فوتو يبقاو عندكم. اتيستاسيون لاتيستاسيون دو بلوكاج حتى هي ضروري تجيبوها معكم. انا ديجا كنت قلت لكم بلي لاتيستاسيون دو بلوكاج منين تاخدوها ديروا لها فوتوكوبيات بزاف وديروا ليغاليزاسيون، باش كومسا يبقاو عندكم ملي تدفعوا لوريجينال الفيزا، حيت ما كيردوهاش. حيت ملي غتجيو هنا غتحتاجوا تخدموا بها بزاف ديال الحوايج. اول حاجه لا بنك غطلبها لكم، باش المهم فاش كتبغيو ديروا لو كونت باش تعطيكم شي اوفر ديال ايتوديون يكون رخيص شويه، كتبغي تشوف لا بنك لاتيستاسيون دو بلوكاج. غتحتاجوها عاوتاني في هذيك لا دوموند ديكزونيراسيون باش يرجعوا لكم لي فري دانسكريبسيون ديال لافاك ولا ديال الحساب ديال ليتابليسمون اللي نتوما غادي تقيدوا فيه.
غادي تحتاجوها باش يرجعوا لكم، حيت هما كيبغيو يطلبوا لكم جوستيفيكاتيف ديال لي ريفينو ديالكم، وباش تبينوا لهم ان لي ريفينو ديالكم سون ليميتي غتحتاجوا هاد لاتيستاسيون دو بلوكاج. سينو كاينين الناس اللي غايقولوا لي حنا ما درناش لو بلوكاج، كان عندنا اما غارو اون فرانس ولا غارو في لوروب ولا شي حاجه، دوكو يعني ما درناش لو بلوكاج، يعني ما عندناش اصلا اتيستاسيون دو بلوكاج، كيفاش غنديروا نحلوا كونط، كيفاش غنديروا ندفعوا ليكزونيغاسيون. كنصحكم انكم هذيك لا بريز اون شارج اللي كنتو درتو تبعتوها الفيزا عاودوا ديروا وحده بحالها وديروا ليها ليغاليزاسيون سي ميو، يعني عاودوا ديروا وحده بحالها تماما وجيبوها معاكم هنايا باش اوكا او طلبوا ليكم يعني جوستيفيكاتيف دو ريفينو تلقاو هذيك لا بريز اون شارج. بالنسبه للناس اللي غادي اللي يعني فريمون بغاو يكونوا مهنيين في الايروبور انهم ما يكون عندهم حتى شي بروبليم، كنصحكم ديروا ريزيرفاسيون d'hôtel. Ça veut dire انه منين يعني يطلبوا يقدروا في البوليس يطلبوا لكم انه يعني منين غادي تدخلوا لا فرانس فين غادي تمشيو، شنو فين غيكون شنو غيكون يعني اللوجمون ديالكم. دوكو من الاحسن ديروا ريزيرفاسيون دوتيل غير ديال اون نوي، يعني ديال داك النهار اللي غادي تمشيو فيه ديك الليله فين غادي تباتوا وصافي، ومن بعد انوليوها منين تمشيو، يعني راه حاجه عاديه. فوالا حاجه اخرى عاوتاني تفكرت دابا كارني دو فاكسيناسيون. الكارني دو فاكسيناسيون تقدروا ماشي كاع تجيبوه معاكم، ولكن كنصحكم ديروا ليه تسكانيو تخليوه عندكم في التليفون. دايوغ بزاف ديال الدوكيومون كنصحكم تسكانيوهم وتخليوهم عندكم حيت غتحتاجوهم باش تبغوا ديروا لا دوموند ديال لاكاف اون لين، يعني ماشي عاد غتبداو تسكانيو. المهم انا كنت كنسكاني صراحه غير بالتليفون، بالنسبه للناس زعما اللي فوالا يعني كيفضلوا انهم يكون داكشي عندهم سكاني مزيان. يعني كنصحكم يعني سكاني وكارني دو فاكسيناسيون ملي غتمشيو عند الطبيب ديالكم، يعني اللي غتبغيو ديكلاريو باش تختاروا ان ميدسان وتبغيو ديكلاريو باش تاخذوا لا كارت فيتال. غادي يقول لكم يعني واش شنو هما يعني الفاكسيناسيون اللي دايرين، وهذا بيان سور حنا ما كنكونوش عارفينهم. دايوغ من احسن سكاني باش توريوه ليهم، وغتحتاجوه حتى في بالنسبه يعني ابري ملي غتبغيو ديروا فيزيت ميديكال ابري. لي دوكيمون اللي كنصحكم تسكانيوهم اول حاجه هي الباسبور ديالكم، يعني ليدونتيتي والفيزا. سكانيو لاتيستاسيون دو بلوكاج اللي غتحتاجوها تكون سكاني. فوالا دايوغ هادشي لا سكانيو لاك دونيسونس حتى هو غتحتاجوه. فوالا هادشي اللي بغيت نقول لكم بالنسبه للحوايج اللي غادي تخصكم تجيبو معاكم. وبالنسبه للصراحه الحوايج هكا كنصحكم ما تكثروش بزاف، جيبو معاكم غير شي حاجه اللي تكون ديال البرد، باسكو ديجا دابا يعني راه الجو متقلب شي شويه، راه تقدروا تجيو شي نهار يسحب لكم ماشي الصيف نهائيا بحال النهار ديال اليوم، يعني كاين الشتاء والجو فريمون ماشي ديال الصيف نهائيا. وكنصحكم تجيو معكم بارابلوي، تخليو عندكم دائما في الكارطابل ديالكم بارابلوي دائما، يعني واخا يكون الصيف واخا يكون ما عرفت شنو تبان لكم الشمس هزو معكم بارابلوي كوميم. وسورتو الناس اللي غيمشيو لغوان هزو معكم بارابلوي دائما في الكارطابل. فوالا فوالا ما تجيبوش معكم بزاف ديال الحوايج، حيت ديجا هذوك الحوايج ديال المغرب واخا كيكونوا ماشي يعني ما كينفعوش هنايا بزاف، ضروري فاش غادي يكونوا لي ستولد هكا في شهر 12 وهذا غادي تحتاجوا انكم تشريو حوايج، وغادي تبداو غير تكثروا عليكم داكشي، وملي غتبغيو ديميناجي ولا شي حاجه غتبداو غير كتلوحوا. دايوغ بلا ما تجيبو معكم بزاف ديال الحوايج، و حتى الا كنتو يعني محتاجينهم من بعد راه يقدروا يصيفطوهم لكم للدار كيف قلت لكم قبل، يعني في شي اجونس ولا هذا دو فواياج راه كيصيفطو. فوالا هادشي اللي بغيت نقول لكم بالنسبه لشنو تجيبوا معاكم، وبالنسبه لي زابونمون تليفون واختاروا مزيان لابونمون ديالكم، يعني قلبوا مزيان لي زوبيراتور اللي قلت لكم عليهم ديجا بثلاثه حيت اصلا هادو هما اللي كاينين. و فوالا بون كوراج و الله يسر الامر.